عام 1868 اخترعت امرأة أمريكية غسالة الصحون الآلية. بنت جوزيفين كوكرين عجلة يديرها محرك مع أقسام للأطباق، وقد لاقت نجاحا في المطاعم والفنادق. لكن لم تنتشر غسالات الصحون الرخيصة للمطابخ المنزلية في السوق إلا في الخمسينيات من القرن العشرين. صنع غسالة الصحون يبدأ بمستوعب مانع لتسرب الماء يسمى حوضاً. لبعض النماذج التي تستعمل لأغراض أكبر أحواض من فولاذ صلب، أما البقية فهي أحواض مصنوعة من بلاستيك مقولب عادة بروبولين متعدد. يثبت العمال زوجين من عجلات بلاستيكية بكل جانب من الحوض. سيحملان المنزلقات التي يتحرك عليها رف الصحون العلوي. ينزلق رف الصحون الأدنى على قاعدة الحوض. هذا الإطار الفولاذي يساعد في ترسيخ الحوض. يضيفون صفيحة فولاذية عند القاعدة لوقاية البلاستيك من حرارة المحرك، ثم يثبتون قوائم فولاذية بالإطار. هنا يركب خزان مطاطي يسمى علبة المرافق. يجمع الماء الذي يتدفق إلى قاعدة الحوض. يضع العمال حلقة من جزئين لتثبيت علبة المرافق في مكانها. عنصر التسخين هو سلك حديدي خزفي عازل. تلتقط هذه المصفاة جسيمات الطعام المتساقطة عن الصحون. بعد تثبيت حلقة محكمة لجعل علبة المرافق مانعة للتسرب، يثبتون عنصر التسخين بوصل المواد العازلة الخزفية بالوصلات الناتئة. الآن إلى أذرع الغسيل البروبولين. لدى هذا النموذج ذراع في القاعدة مع برج ينتأ خارجا من أجل امتداد رش أكبر وذراع غسيل أخرى في الأعلى. يضخ المحرك ماء نظيفا مباشرة إلى ذراع الغسيل الأدنى، ومن خلال هذا الخرطوم المرن إلى ذراع الغسيل العليا. حالما يصل العمال الخرطوم يدورون ذراع الغسيل للتأكد من عدم وجود أي انسداد. في هذه الأثناء يصل العمال العناصر الأساسية بلوحة دارات غسالة الصحون. هذه العلبة المعدنية هي مؤقتة تضبط دورات الغسيل والتجفيف. مثلا تشغل عتلة الكمة الخضراء هذه لحث العتلة البيضاء على فتح موزعة المادة المنظفة في الوقت المناسب أثناء دورة الغسيل. موزعة المادة المنظفة مثبتة على لوحة بلاستيكية ستبطن باب غسالة الصحون، يدعون هذه اللوحة الباب الداخلي. هذا السداد المحكم سيمنع تسرب الماء خارجا ويوفر أيضا عازلا للصوت. يمررون مكبسا فوق الباب الداخلي ويضغطون السداد المحكم بالتساوي حوله. الآن يثبتون الباب الداخلي بالباب الخارجي. يثبت الباب المجمع على مفاصل عند قاعدة الحوض. تضغط هذه الآلة الكلاب والمفصل معا كي لا ينفصل الباب. محرك غسالة الصحون صامت نسبيا لأنه يستخدم تصميم دفع يحدث ضجة منخفضة. الآلة البيضاء المثبتة بالمحرك هي متلفة طعام تطحن جسيمات الطعام. الخطوة التقنية الأخيرة هي وصل الأسلاك المختلفة. قبل وضع اللمسات الأخيرة يجري العمال اختبارا في منع التسرب، فيغمرون كل حوض بالماء بحثا عن تسربات في غسالة الصحون هذه القابلة للنقل. يركب العمال كتلا إسمنتية كثقل موازن لكي لا تميل الغسالة الآلية نحو الأمام عندما نفتح الباب. ولأن غسالة الصحون القابلة للنقل تستقر على مرأى من الجميع، فهي تحتاج أيضا إلى جوانب وغطاء. الغطاء مكسو بصفائح تزيينية على رقاقة ليفية متوسطة الكثافة يثبت بما يسمى الغلاف. لوحة من ثلاثة جوانب مصنوعة من فولاذ مطلي تغطي الجوانب والخلف، مظهر نظيف ليلائم أطباقكم النظيفة.